إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد بلغ من الكلام على هذا الدعاء الجميل الجميل الذي أدعوكم إلى كنزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا به لم يكن يدعو به لنفسه، وإنما كان يدعو به ليعلم أمته ما تقول إذا ناجت ربها تسأله وتدعوه. بلغنا في الكلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قرة عين لا تنقطع. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن هذا الدعاء يحتمل أوجها من المعنى، يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم قرة عين أي نعيم، يحتمل نعيم الجنة، فذلك نعيم تقر به العين أي قرار، وهو نعيم لا ينقطع، سأل الله ربنا أن يدخلنا الجنة. ويحتمل أن يكون المراد بقرة العين الصلاة، وقد تقدم الكلام على هذا، وقد كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويحتمل معنى ثالثا، فقد وجدت القرآن، رأينا ربنا سبحانه يحكي كلام عباد له رضي عنهم وارتضاهم، فحكى لنا كلامهم وأنهم وجدوا قرة عين في شيء ما. أعني بهذا قول ربنا سبحانه لما ذكر عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال ربنا سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا سبحانه وصف البيت الصالح الذي فيه الذرية الصالحة، وصفه بأنه قرة عين لصاحبه، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا مريدا للنسل الصالح الذي لا ينقطع. عباد الله، هذا الذي يقوله ربنا فيما ينسبه من قرة عين إلى عباد يرتضاه، قال: وعباد الرحمن، يعني عباده هو المضافون إليه المنسوبون إليه لا لغيره، وعباد الرحمن الذين من صفتهم كذا وكذا وكذا، والذين لهم قرة عين يسألون الله أن يجعل لهم قرة عين
في أزواجهم وذراريهم. أنا أسأل الناس أيها الناس، ما الذي تقر به أعين الآباء من الأبناء؟ كثير ممن يسمع كلامي أب أو أم، فما الذي تقر به عينك إذا ألقيت نظرك على صغيرك؟ ما الذي تقر به أعين الآباء في أزماننا؟ أن الولد يقرا مزيان، تيجي هو الأول الثاني الثالث، لأن تقر به، تقر عينه بذلك، أن ولده ولا بنته زوين طويل عريض جميل صحيح، تقر الأعين بذلك، أن الولد جاب واحد الشهادة مزيانة، ولدي طبيب ولدي مهندس، تقر العين بذلك، أن ولا في شي منصب عالي، تقر العين بذلك، لا يفتأ يذكر ذلك، ولا تفتأ الأم أيضا تذكره. لكن الذين حكى ربنا كلامه ورضيه، مش حكاه ردوا وقال له لا لا، حكاه وقبلوه. لما كانوا يطلبوا قرة العين في الدراري، ماشي هي هاي تحت هاد الشيء، هذه قرة عين في القطاع، هي راه يفرح به طويل وزوين، ولكن يقدر يمرض ويشحب ويذبل ويضعف واللي يخرج فاسق مجرم، اش نفعك منصيب واش تبع فلوس واش تبع قريته. ربنا لما قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، سئل ابن عباس عن قرة اعين هذه، ما الذي تقر به عيون عباد الرحمن؟ فقال ابن عباس: اما انه لم يكن قرة عين ان يروه صحيحا جميلا. ماشي هذا، ماشي ذو قرة العين ان يكون صحيح وجميل، ولكن أن يروه مطيعاً لله عز وجل. هذه قرة العين، لما يشوفوه تلقاه تصلي، ولا تلقاه يراه، إذا رآه ورآه رأى عبداً يطيع الله. سئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو حميما مطيعا لله عز وجل. هذه اللي كنت تسول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي قرة أعين. متى تقر أعينهم بهذه الأزواج والأولاد؟ لما يشوفهم طيعين الله، طبيب مزيان، مهندس مزيان، كذا مزيان، وزير قول لي بغيتي، ولكن كل ذلك إذا كان فاسق مجرم ما خدامش. قرة العين التي يسألها هؤلاء هي الصلاة، وهذا هذه قرة عين لا تنقطع. عباد الله، أي قرة عين أعظم من اجتماع الآباء بالذرية في الدنيا على طاعة الله وفي الآخرة في دار كرامة الله؟ أي قرة عين أعظم من هذه؟ أي قرة عين أقر للعين من هذه؟ أن وليدك وينصحك، وبنيتك وتذكرك، وتشوف البنت إذا بلغت وقت الحجاب تحجب وجا وقت الصلاة يصلي، ويذكروك يحدث رجل له بني صغير 5 سنين أو 6 سنين، وديما هذاك الأب حريص على أن الوليد يعني يكون من الصالحين. من جملة ما ذكر له مرة وقد رآه يتهشى يتقرع الولد، قال الاب قال لولده: ولدي ما تقرعش هكا وانت حالف امك. النبي صلى الله عليه وسلم راى انسانا يتجشا هكذا بالغوات، فقال له: كف عنا جشاءك، حبس عليه التقريعه ديالك، كف عنا جشاءك. مره يحدث هذا الوالد انه هو ما فطنش وتقرع، بدل له صغير 5 سنين أو 6 سنين، قال لي: وانت ديما تقول لي انا شو انت قلتي وانت دابا كتحلف امك تتقرع؟ هذه دعاء عباد الرحمن، هذه علامة الفقط، هذه أمارة. وينبغي أن تعلموا أن ربنا سبحانه لما قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن
ربنا سبحانه يرفع للعبد المؤمنين ذريته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. هما الوليدات مزيانين وتيديروا، ولكن باهم شي تقي التقوى ديالو كثار من ديال الولاد، كاع كلهم دخلوا الجنة، ولكن المرتبة ديال الولاد التي استحقوها بأعمالهم باقي تحت بعيدة، والأب فوق. ربنا سبحانه يلحق يرفع أولئك تلك الذريات، يرفعها إلى مرتبة الوالد. قال ابن عباس: يقر عينه بذلك. قرة عين وقرة عين ليه؟ يعني شو انظروا عناية ربي سبحانه بأهله بهذه العباد. حتى في الجنة، ودخل الجنة ونال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ولكن ما حداش ولدته، ولدته الصالحين راهم تاهما في الجنة، ولكن ليه؟ ربي سبحانه يقر عينه بأن يرفعهم إلى مكانهم، واخا ما داروش العمل. علاش؟ سيدي ربي بغاه هو يقر عينه، وقال ليه؟ لأنه كنت يسمعوا في الدنيا تيقول: وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويعطيها ليه؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. عباد الله، لا تكون الذرية قرة عين الآباء والآباء مفرطون. إنك لا تهني من الشوك العنب. إذا فرط الآباء لا تكون ذريتهم قرة عين لهم أبدا، لا تكون. إذا كان الأب لا يعلم ابنه ما يجب عليه تعليمه من أمور الدين، لا يأمره بالصلاة لسبع، لا يعلمه ما ينبغي عليه أن يعلمه، يراه في رفقة السوء ويتركه، يرى ما لا يرضي ربه فيه ويتركه، وخدام أنا مشغول واش أنا مسايليه، رامهم دير ليهم واش أنا غندير كل شيء، هي دير كل شيء، لأنك تسأل عن كل شيء. واش تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ انا لا اظن ان مسلما لا يعرف هذا الحديث: كلكم راع وكلكم سؤال رعيته. ما تنظر شي واحد في جلال الحديث، كلكم راع. هل كل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الا هذا الكلام وسكت لكان كافيا، هذا الحديث يكون كافي. كلكم راع، يعني ما كيهضر النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين اللي كيسمعوه واللي غيجيو من بعدهم حتى يتقاد الانسان من الارض. كلكم راع، صافي. وزاد كل اخرى: كلكم مسؤول عن رعيته، ايها الرعاه كلكم مسؤول عن رعيته. ايوا دابا هذه المفروض انها كافيه، النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بالتفصيل بعد هذا الاجمال. اجزاء الكليات: الامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عنه، والمراه راعيه على بيت اهلها على بيت بعلها وولده وهي مسؤوله عن رعيتها. كيف تصل مع انهم هادو كلهم دخلوه كلكم؟ انا اب، انا دخلت كلكم، انت اب، انت ام، دخلتوا كلكم. لا، واخا دخلتوا كلكم، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، علاش يكرر؟ انتم قاعد تقراوا فبأي آلاء سورة الرحمن، علاش تكرر فيها فبأي آلاء ربكم هل تكذبون بأي آلاء ربكم؟ هذا التكرار اسلوب عربي معروف كانت العرب تتكلم به. انهم تيبغي تقول شي حاجة مهمة مهمة وتيخصي بنادم يرد ليه البال، هذاك الذي يلقى اليه الكلام ينبغي ان يفهمها ويفقهها ويحفظها ويحذقها. تيتكرر ليه الكلام، مش عاد ما تيفهمش ولا حيت ترتارا غير ديال هادو، لا، لانه هذا معنى خصك ترد ليه البال. ايوا انا كلكم راعي، ياك، وكلكم. وبدا تيقول النبي صلى الله عليه وسلم الامير ولا قولهم كان ولا، وفي الاخر الحديث عاد يقول: الا وكلكم راعين وكلكم. وهذا الا حرف كبير بحال دابا مخلوق كلام الا، باش يعاود ينتبه تيقول ليه كلكم راعين، قالها في الاول وقالها في الاخر على وجه الاجمال، وبين الاجمالين تفصيل. وغتقول لي انت لا راه مو واش انا نقي الخدام ونقول ليه ونحضيه واش غيصلي وما يصليش، معلوم تحضيه منين ما بغيتيش تحضي ما تجوجش ما ديروش. الموقف عسير، راه كانوا الناس تجوجوا كاع وبقاو تماتوا، ماشي حيت ما عندوش باش يتجوج، لا حيت خايف يكثر السؤال. تيقول لك انا واه عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ابنه عبد الله بن عمر، الذي ابنه
عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل يعني ما كل شيء فيه بزيان الا قيام الليل. ما عليك تنعس الليل، ماشي تنعس على الصبح، تنعس على نافله الليل، تهجد الليل. لما بلغ ابن عمر، لما بلغه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ما ترك قيام الليل بعدها ابدا. شكون هذا؟ عمر الخطاب. عمر الخطاب لما قتل، دابا هو شوف، مات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض، ومات ابو بكر وهو عنه راض، ومات المسلم ويوم مات مات المسلمون عنه راضون، وترك الذريه الصالحه، وترك الامه كلها تمدحه وتثني عليه بخير، وتقول يا ليتني انجو منها كففا لا علي ولا انجو كففا. ماشي من ننجو من عند سيدي ربي، راه عندي الحسنات اكثر من السيئات، غير مقاد. الا نجيت، الا كنت مقاد راه لاباس عليا، راه نجي. هادو انا واش 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 هادو تيعرفوا الله حنا تنلعبوا، ولا حنا ما فاهمينش، ولا هما اللي ما فاهمينش وزادوا فيه وبالغوا، ولا شنو بالضبط؟ شنو تفريط عقلوا هاد الناس. قرة عين لا تنقطع، لا تغسل العمل، لا تغسل العمل. خصك دير داكشي اللي قال لك الله دير، هذاك الشيء اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم خصك دير. واش دابا كتقرا القران؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وصي الانسان يقول وصيه طويله، لقمان تقول لولده اش وصيتي انت ولدك؟ من الوصايا الراجعه الى الدين الى الخير، خليك خصك تقرا وليدي ودير ليه المراجعه وتدخل الرياضه. هذاك الشيء مزيان، ولكن داك الشيء راه القرار، قرار العين فيه ينقطع، سرور العين فيه ينقطع. ها السرور الذي لا ينقطع هو هذا. لما تتكلم ويقول لك ولدك عندك بابا ولا ابي ولا الوالد عندك غيبه، راه عندك اولدي الله يرضي عليك، انت غفلتي هو تيذكرك انت. انا كنحمد الله انه وفقك. ها واحد الدري عارف ان شاء الله اني غتكون انت في التراب. كتمنى العمل، كتمناه العمل، التراب خذ العمل، تيجيك العمل ديال الذريه اللي تركت ولد صالح يدعو له، ما نقطع عليكش العمل انت، خليك الصالحين بالتفريط ابدا. عباد الله اسمعوا ربي اش تقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قوا انت، انت دير بينك وبين النار وقايه، وديرها بينها وبينك وبين وليداتك، ديرها دير وقايه بين وليداتك وبين النار. واش هاد الوليد عندك ما يبقاش فيك، ما يبقاش فيك انت كاع، انت صبرتي، قال لك قال لك راسك كيضحك عليك الشيطان تصبر، ووليدك ما يبقاش فيك، وبنيتك هاد الصغيره والزوينه والظريفه واللطيفه والبريئه ما تبقاش فيك. قوا انفسكم واهليكم نارا. وهاد النار كاين نيران غادي فيها، فيها خشبه ديال الوقيد وغتقضى، ودير غير هادي ديال الوقيد ودير فيها صبعك وشوف شحال غتصبر. هادي وقودها الناس والحجاره، نسأل الله العافيه. الحطب ديالها هو بنادم، والعظمه بنادم، هو بنادم. وحتى هذوك اللي كيزندوا العافيه ما كاينش يوم الرحمه، زعما ماشي غير يشوف وتبقى فيه. عليها ملائكه غلاظ شداد، هو غير شوف فيه عذاب، شوف هذاك الملام عذاب. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ها الدنيا كانت عندك تقدر تدير، الاخره عدلتي. ونادوا يا مالك ولي، شوف بقى بقوه العذاب غادي يوليو بغيو يقضي علينا سيدي ربي. ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربه، ما بغيناش دابا نخرجوا، ما بقيناش طالعين، ما غاديش عارفين راسنا ما غنخرجوش، الجنه ما غندخلوهاش، وغير فيكم غير نتناول. نادوا ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. ثم تبقى نسال الله العافيه. أسألك قرة عين لا تنقطع أنتم سمعتوها الآن. أيها الناس، ما حد العمل، ما حد النصح يتقبل، ما حد الكلام يسمع، ما حد الذمة تبرا، حتى إلا درتي اللي عليك وما خرج داكشي كي بغيتي أنت لا تلام. يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم مرهم بالصلاة وابناء أسر، درتها. وكنت قبل ما يجي يصلي تعلم ويتوضا، وهالبنت كنعلمها كيفاش تلبس وكيفاش دير وكيفاش كذا، وحرصت انهم على الرفقه الصالحه، وحرصت ندير لهم، وحرصت نعلمهم. وفي الغالب ايها الناس، في الغالب الاعم، اللي دار داكشي اللي قال له سيدي ربي اللي امروا به الدين ديالو، في الغالب ما تيندمش، ما تدخلش ليه في التركه الخايبه.
لأن مولاتي يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللي كيخرج خير والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا. نعوذ بالله من الخبث والخبث في الذرية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا، وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.